ازيكم عاملين ايه؟ النهارده اخر يوم لينا في راس البر. احنا بقالنا فتره قاعدين على البحر، يعني زرت اعمل لكم فيديو اخير بقى النهارده، بس ما فيش بحر كتير عشان احنا خلاص رحنا ناكل بحر. بس احنا قاعدين اهو واسماء روحت عشان تعبانه مش عارفه مالها، وماما بابا قاعدين بيقشروا جمبري اتغشوا فيه، يعني المفروض هما كانوا جايبين جمبري كبير وفي الاخر طلع صغير زي انتم شايفين كده. تعرف ازاي ده حصل؟ سوا حصل بتلعب مع عيال ورا البطايه دي، يعني مش باينه اهي. هي دي ليلى، هي بتنام كده قوي، لقيت لها صاحبه. بتقلدهم. والمفروض ان يعني شويه كده وهنروح فين، بس الجمبري اتفسس بقى لنا ساعتين ولا تحت من فسس فيه وصلنا خلص. وبعد كده بقى ايوه انا حكيت، مفيش انا حكيت. وريهم المتقشر، اوريهم المتقشر بقى عشان يشوفوا حجمه متقشر. ايوه هو ده حجمه متقشر. المفروض ان هو 4 كيلو بس هو لسه مكملش كيلو لحد، واحنا قاعدين بنقشر تقريبا لاكتر من ساعة. هنجيب بقى، خلي بالك عشان بص انا دخلت فين، هنجيب بقى الحلويات اللي هنروح بيها وهنروح ننضف الشقة وكده وخلاص. يعني كده اخر يوم لينا في ليلى صاحبتها بنت ليلى. ليلى هي مش عايزة تيجي لنا، عمالين ننده عليها. Stay over here, Layla. Okay, go. Bye. Wait, استلمنا الصورة بتاعتنا بتاعت النسناس. هي روحت مع اسماء، فلما روح بفرج عليها شكلها جميلة أوي، عجباني جدا. محمد جوه مع ليلى أهم. المكان هنا بالليل بيشغلوا فيه بقى افلام ومسلسلات وحاجات زي كده. دلوقتي مش واخدين عليه موسيقى. ودوت احنا عند كافيه ايه ده اسمه النخيل، كافيه النخيل اهو، او كافيه ناصر، هما الاتنين جنب بعض، نخيل الناحية دي ناصر الناحية دي. احنا كده خلاص بقى مروحين وهنقول باي بقى للبحر بتاع اسكندرية اخر مرة نيجي فيه. ازي هي مش اسكندرية، راس البر. ونكمل بقى بقية اليوم، نجيب شوية حاجات ناقصانا ونجهز لبكرة. احنا كده رجعنا البيت وليلى استحمت ونامت على طول، وكنت عاوزة افرجكوا على الصورة. هي دي الصورة اهي بتاعت النسناس لما عدنا اهي. النسناس عليا انا، كان كله خايف منه ولا انا؟ بس وليلى شكلها كيوت ازاي. وبنلم بقى في حاجاتنا، لمينا معظم الحاجة جوه هنا، فاضل بس الهدوم اللي كانت وسخة اللي احنا كنا لسه في البحر بيها. الشنطة دي خلاص خلصت، وشنطة الظهر بتاعت محمد خلصت، يعني معظم الحاجة خلاص خلصت، فاضل بس الهدوم ومثلا الكبرتة بتاعتنا وكده. يعني هنستنى ليلى تصحى شوية كده وهنروح بقى ناكل. احنا وصلنا يا سموي. انا كل شويه اقول عاوز اقول بلبل بلبول. ايوه في كذا بلبول، ده بلبول من البلابيل اهو. واحنا مش قاعدين بنجيب منه حلويات النهارده، لا بنجيب ايه بقى؟ بيتزا. ايوه بنجيب بيتزا. متضايق كده ليه؟ ايوه ما احنا هنجيب برضو. والراجل هو بيعمل بيتزا اهي، وبتاع الحلويات اهو لازق جنبه. وانا عرفت سر البلابيل كلها، طلع ان هم كلهم اخوات ومحدش فيهم بيكلم التاني، وان كل واحد ليه سعر يختلف وطعم يختلف وكل حاجه تختلف، منيو يختلف كل حاجه. يعني احنا قاعدين في بلبل اهو بتاع البيتزا وبتاع حلويات تانية،
في بلبل بتاع بيتزا وبتاع حلويات برضو. ده في منيو غير المنيو اللي هنا، وفي اسعار غير الاسعار اللي هنا، وفي اكل غير الاكل اللي هنا، وفي حلويات غير الحلويات اللي هنا. كل واحد ليه طعم. ده سر البلابيل. ايوه البلابيل، هي ليتل بلابيل. يس ليلى صاحيه من النوم مقريفه. هاي بس ليلى مستنيه البيتزا وجعانه وعاوزه تاكل. بيعملها اهو بيتزا. بيتزا. وفي مول هنا اهو اسمه مول ايه حسان، اهو مول حسان. عايزين نخشوا جواه هايبر او سوبر ماركت كمان، فهنبقى نخشوا بعد ما ناكل. قاعدين يعني جنبه على طول. البيتزا اهي جت. ديت المفروض ان هي بتاعت ليلى، بس ليلى اشتريت بتاعت محمد، فدي بتاعت محمد. فدي بتاعت محمد، دي بالفراخ. اوكي دي بتاعتك خلاص، دي اللي كانت بتاعت محمد، ودي بقت بتاعت محمد اللي كانت بتاعت ليلى. طبعا زي كل مره حظي يعني لازم يعملوا لي حاجه غلط. انا بطلبها من غير طماطم من غير فلفل، جابوا لي بالطماطم والفلفل. المفروض ان انا طلبها بالزيتون بس جابوا لي من غير زيتون، جابوا لي بالطماطم والفلفل. يعني كانها قصد جايبين لي كل انا مش عاوزاها ومش جايبين انا عاوزاها. وكده البيتزا بتاعتي اهي اتعملت صح وجات لي. عايزه توري يوم بتاعتك. اهي بتاعت ليلى تاني. ليلى بتحب توري حاجاتها كذا مره. بتاعت دادي. ايوه كده احنا دخلنا المول، وليلى لقيت مايو عجبها. وهو يعني صغير قوي. في كوتنيل، في ايه هي دي، ده مكان تلعب فيه يعني ولا بس شويه حشيش؟ لا طلع شويه حشيش بس. ده اول دور. مش يمكن مش شغال، مفيش كهربا. هنطلع فوق كده بقى. انا ما اعتقد انتوا يعني ممكن تقفوا تحت، مفيش حاجه فوق. اوكي ليتس جو. في جيم، في كافيه في التالت، وفي ايه التناوي. التناوي و التناوي. انا قلت صح. اكسكيوز مي. وفي حتة شيشه، حتة زي فاكهه، ومفيش اي حاجه. ايوه في كمان محل بتاع اسنان هناك. انا اخش الهايبر هنا. احنا في سنة. احنا بنحب الهايبر، احنا بنحب نصرف فلوسنا في الهايبر صح. يلا بينا على الهايبر. في محل بيبيع مايوهات وهدوم داخليه. ايه اسماء في الاغلب. هنا هننزل بقى تحت هنا اهو. كم اوفر هير ليلى. تحت هنا هو الهايبر، هايبر المدينة. ده كده شكل الهايبر. يعني هو صغير. في ليلى اهي صغيرة برضو. need help. هو صغير قوي بس هو في حاجات كتير يعني مش بس. اوكي نو جو باك جو باك. هو في كم ذس واي، في اكل وفي هدوم وفي مكياجات وفي في حاجات كتير يعني، حتى التوابل قسم التوابل في حاجات كتير. بس هو صغير ما فيهوش حاجه تعجبني بصراحه. كده احنا واقفين بنجيب الحلويات من بلبول اهو. ما اعرفش انهي بلبول فيهم، بس هو البلبول دوت المنور جدا، هو اكتر واحد منور. و نجيب الحلويات بقى، الحريصه والحاجات المحرات كمان نجيب منه الحريصه، عشان كل واحد على حسب ذوقه والمكان اللي هو بيحبه. كده احنا بدعنا حلويات ولسه مخلصناش، لسه رايحين نبدع كمان. وليلى بتجري بتاكل زلابيه، معايا واحدة في ايديا وهي معاها اتنين على قد ايديها يعني، وانا ماسكة لها واحدة. رايحين بقى حرات نجيب من عنده زلابية، مش زلابية قصدي حريصة. وصلنا عند حرات وليلى قاعدة تاكل ايس كريم اهي، مدمنة الايس كريم. ودي بقية الحلويات اللي عندنا اهي. بعد كده بقى هنروح نكمل تجهيز في الشنط وننام لنا شويه بقى، عشان احنا هنركب عايزين نمشي على الساعه 11 ونص كده من البيت الصبح بكره، عشان نلحق الاتوبيس ونروح. كده احنا
بضعنا حلويات ولسه مخلصناش، لسه رايحين نبضع كمان. وليلى بتجري بتاكل زلابيه، معايا واحده في ايديا وهي معاها اتنين على قد ايديها يعني، وانا ماسكه لها واحده. رايحين بقى حرات نجيب من عنده زلابيه، مش زلابيه قصدي حريسه. وصلنا عند حرات وليلى قاعده تاكل ايس كريم اهي، مدمنه الايس كريم. ودي بقيه الحلويات اللي عندنا اهي. بعد كده بقى هنروح نكمل تجهيز في الشنط وننام لنا شويه بقى عشان احنا هنركب عايزين نمشي على الساعه 11 ونص كده من البيت الصبح بكره عشان نلحق الاتوبيس ونروح. You like it? Yeah? Look at mine. احنا كده خلاص روحنا ان شاء الله الصبح بقى نصحى بعد 7 ساعات كده ونركب الاوتوبيس ونروح. وعملت حنة انا وليلى، دي بتاعتي بتاعت ليلى، اتمسحت في الست اللي شدت ليلى في الميكروباص عشان الناس تعرف تعدي، بس يعني موجودة على كتفها بس ممسوحة يعني، بس انا اهي ده شكلها. بس هي مش حنة برضو ولا معتقد ان هي 7 اللي انا عملتها، بس الراجل ده بيعرف يرسم مش اي كلام زي اللي انا كنت عاملاها قبل كده. دي عجباني. احنا صحينا اهو 10 الصبح، ليلى لسه بتفوق، روقنا الدنيا ولمينا الشنط، فاضل بس ان الراجل يسلم الشقة ونمشي بقى نروح نركب الاوتوبيس. كلنا عاوزين ننام والدنيا حر اوي. لا بصراحة الدنيا حر اوي، كان همني الحر اكتر عن الهوا. انا عاوزة اركب الاوتوبيس ازي اكتر عن النوم مش الهوا. هوا يعني بس مش عارفة انا بقول ايه من كتر ما الدنيا حر مش قادرة. ليلى كمان ليتس جو. ليلى نايمة زي ما هي مش عايزة تقوم. ركبنا اهو الميكروباص ورايحين بقى على الموقف. لا احنا كده وقفنا في الموقف والاوتوبيس اهو جه، بقالنا فترة يعني موجودين والاوتوبيس اهو جه. في شوية ناس كتير قاعدين مستنيين اهو. الاوتوبيس موزيك قوي اهو. بس يا بس اوكي كده رحنا بقى ننهي الفيديو هنا عشان خاطر نرتاح لما اروح مش هكون فايقه بصراحه. ف لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناه، تكتبوا لنا كومنت، تعملوا لنا لايك، ونشوفكم في القاهره بقى. يلا باي. سي باي باي. ناصر يوم الشيبس والاسوره. اوكي يلا قولي باي.